السيسي من ساعة الفيديو بتاع عمه محمد وهو ولا حس ولا خبر، ويا دوب كده يعني بنشوف له كام صورة على الماشي كل شوية. والناس بدأت تسأل الرئيس ماله؟ ايه جراله؟ ايه غير حاله؟ ده حتى الحديدة اللي ما كانتش بتفارق ايده اداها العم مدبولي. يا رئيس حرمنا من انسك ليه؟ ياكش تحرمنا منه على طول يعني. بس اللي زاد وغطى انه كمان فوض مدبولي في بعض اختصاصاته، والناس بدأت تتوغوش والفار يلعب في عبها، يعني يكونش عيان ولا طفشان ولا زهقان. فأنا من موقعي هذا يعني أحب أطمن جموع الشعب المصري وأقول له إن موضوع التفويض ما يخضش ولا حاجة، فبلاش تتعشمه على الفاضي، لأن ده تفويض بروتوكولي بيتعمل دايما بعد تشكيل الوزارة الجديدة. والمفاجأة بقى إن التفويض الجديد ده اختصاصاته أقل من اللي كانت في الوزارة القديمة. وحتى لو سيسي فلسع فالبركة في حودة. وليكو قول تاني. كرم جبر، الإعلام حقق نجاحات مشهود لها في الفترة الأخيرة. في البداية طبعا لا أحد ينكر أن الإعلام المصري في الفترة الأخيرة حقق نجاحات كبيرة، وأصبح له زراعة طويلة في المنطقة العربية، وأصبح له كوادر إعلامية كبيرة منتشرة، وكل الوسائل الإعلامية في الدول العربية وفي الدول المحيطة بتستعين بالكوادر المصرية لإنشاء قنوات. على يدي خرابي على النجاحات اللي حققتها، ده العالم منبهر من أداء الإعلام المصري، ده جوبلز ذات نفسه منبهر في تربته. يعني الراجل ما كانش يجي في خياله اللي انتوا وصلتوا له ده. والله مش بس كذب وتزييف حقايق، لا ده انتوا بتعملوا من ميه الفسيخ شربات حرفيا. ده غير اللعب على كل الحبال بليونه تحسدكم عليها اجدع رقاصه في بر مصر، وعندكم من البجاحه انكم تعملوا ده في زمن بقت المعلومات فيه متاحه وفي اعلام مستقل بيكشف كذبكم وبيفضحكم، ومع ذلك طلع تكلمنا عن نجاحكم ومصداقيتكم اللي بيشهد ليها العالم. نقول ايه بقى؟ يعني ما انتوا قلعين برقع الحياه ووشكم مكشوف اصلا. رفع اسعار الكهرباء بنسب تصل الى 50%. ويبدو ان اللحظه قد حانت للاعلان عن زيادات في اسعار الكهرباء في مصر. الزياده تتراوح ما بين 14 الى 50% لشرائح استهلاك الكهرباء المختلفه. السيسي وعد فاوفى. هو يعني صحيح كان كلامه يبدو وكانه بيخيرنا وقال لنا نقطع الكهرباء ولا نرفع سعرها، بس لما لقينا ساكتين يعني وما اديناهوش عقد نافع فعمل الاثنين. الاثنين. اوعى تكونوا نسيتوا بقى وخدتوا على الرحراحه ومعامله الخمس نجوم، ما شكلكم نسيتوا. طيب احب افكركم ان العد التنازلي لعوده تخفيف الاحمال بدا، وكلها اقل من شهر وترجع ريمه لعادتها القديمه والكهرباء هتقطع تاني بالساعتين والثلاثه. النكته بقى انه يعني وسط فيلم وقف تخفيف الاحمال ده الكهرباء لسه بتقطع برضه عادي، بس الشهاده لا مش كل يوم ولا بجدول، بيقطعوها عشوائي كده بالخمس ساعات ويقول لك اعطال فنيه. يلا صب رئيس ولا يهمك، ما احنا ملناش اهل يسالوا علينا. التموين، مصر تطالب بمعامله تفضيليه لانها اكبر مستورد للقمح. زي النهارده بيتكلم على المعامله التفضيليه بالنسبه لاستيراد القمح، ماذا عن هذا الاجراء وهل هناك دول استجابت ولا لا؟ المقصود بالمعامله التفضيليه يا استاذ احمد، انا اكبر مشتري للقمح على مستوى العالم، انا احتياجات مصر من القمح السنويه تقدر من 20 الى 21 مليون طن سنه، التموين في حدود 9 مليون طن في السنه، والباقي هو احتياجات القطاع الخاص، وبالتالي انا بستورد يعتبر نص. ايوه احنا على راسنا ريشه، ومن هنا ورايح مش هنستورد منكم الا لما تعاملونا معامله تفضيليه وتفرشوا لنا الارض قمح. ده احنا بسم الله ما شاء الله علينا اكبر مستورد في العالم، ولو ما استوردناش منكم القمح هيفضل مرمي عندكم في المخازن وما تلاقوش حد يشتروه لحد ما يسوس بقى وتفرشوا بيه في سوق التلات وتبيعوه علف للبهاي. هو يعني اي نعم احنا لو ما استوردناش منكم الشعب مش هيلاقي ياكل، بس يولع الشعب اهم حاجه المعامله التفضيليه، خصومات بقى عروض. عاوزين نطلع بمصالح اضعاف اللي بنطلع بيها من ورا استيراد القمح. طب داروا على خيبتكم القويه، انتوا على طول فاتحيننا كده، كسفتونا قدام الاجانب وخليتونا نقول يا ارض انشق وبلعين. رئيس شعبه الادويه، ازمه الانسولين شبه انتهت وتم ضخه في السوق المصري. تلين حضرتك بدا ضخ انواع معينه من الانسولينات في السوق المصري كويس، وبدات تنزل الاجزاءات، بتنزل حصص محدده لكل صيدليه، وهيئه الدواء عامله رقم 15301. 15301 ده ما حصلش يا فندم، الانسولين لسه ناقص ولا تم ضخ ولا نيله، وكل صيدليه ليها كوتا محدوده جدا وحضرتك عارف ده كويس. والكارثه الاكبر انكم بتصدروا الانسولين المحلي، يعني هو اي نعم على الله حكايته، بس كان هيبقى بديل للمستورد اللي حاليا اختفى تماما من السوق. لا وكمان وزير الصحه يطلع ببجاحه يقول لك دي شحنه صغيره، هي كانت حبكت يعني وانت عندك ازمه، ولا العالم هياكل وشنا لو ما صدرناش؟ ما تعرفش حضرتك ان اللي يعوزه البيت يحرم الجامع؟ واحنا هنا مش بنتكلم عن سلعه استهلاكيه ولا ترفيهيه، ده احنا بنتكلم عن دواء حيوي لمرض مزمن، يعني المريض حياته مهدده لو ما خدوش. مرض السكر نوعين، واحد منهم تعريفه الطبي ان هو انسولين ديبندنت، وده لان المريض جسمه ما بينتجش الانسولين اصلا ولازم ياخده من مصدر خارجي. فانتوا بتعملوا في الناس كده ليه؟
هو انت بتجبي عليهم؟ ما الناس بتشتري العلاج على حسابها. لا، والدكتور رئيس الشعب بيقول لو مش لاقي روح صيدليه الاسعاف اللي هي 13 فرع بس على مستوى الجمهوريه، والناس بتقف قدامها طوابير عشان تلاقي الاصناف الناقصه. هو كل حاجه في البلد بتطلع الروح. رمضان عبد المعز: يجب ان لا نغفل عن عباده التامل والتفكير. فمن العبادات الجميلة اللي ما ينبغي ان احنا نغفل عنها او ننساها او نتناساها عبادة التأمل وعبادة التدبر، عبادة التفكر. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن لآيات لأولي النهى: اللهم قوي إيمانك. أيوة يا جماعة، سيبوا الورق واللي قدامكم وروحوا العالمين الجديد عشان تعرفوا تمارسوا عبادة التأمل والتفكر براحتكم. معكوش فلوس؟ مش مهم، اعمل جمعية ولا استلف يا أخي منك ليه؟ أقولك بيع عيل من عيالك، ولا مش عاوز تعبد ربنا؟ ومش عاوز اسمع مبررات من نوعية الفسق والعري اللي هناك، ولا كلام عن الحفلات الصاخبة والرقص والمسخرة ومسابقات أزياء الكلاب وعم محمد بن زايد. كل الحاجات دي مش مهم، انت رايح تتأمل. ثم انت مواطن كحيان وما حلتكش اللضة، يعني اخرك ساعتين على البحر. بس احنا عاوزين يعني نثبت للعالم اللي احنا مش في دماغه ده اصلا، ان العالمين بقت مدينة سياحية لكل المصريين يا محي، وانها بقت وجهة المصطافين من كل الجنسيات، وما فيهاش مكان لقدم، والشعب كله جاي يصيف فيها عشان يبقى جنب الرئيس وفي حماه. ده هي ما ترجعوا من هناك. وزير الرياضة: المنظومة الدولية للسلاح أقرت أن مصر أصبحت قوة عظمى في اللعبة. لكن انا مش هنسى ابدا ان المنظومه الدوليه في سلاح وانا موجود وكاين يعني بعد الميداليه وبيكلموا رؤساء الاتحادات، قالوا مصطلح يعني قالوا مصر بقت قوه عظمى، يعني المصطلح ده الحقيقه ادانا طاقه ايجابيه جدا على مرحله البناء اللي بنبنيها من 2018. قوه عظمى، وده بمناسبه ان شاء الله، امال لو ما كنتوش محققين ميداليه يتيمه في السلاح وكمان برونزيه كنت هتقول ايه؟ النكته بقى ان وزير الرياضه بعد ما رجع من باريس لقى الوزاره كلها بتصيف في العالمين، قال لك انا هفضل هنا قاعد لوحدي في العاصمه؟ ده انا كده هتسلق من الحر وانا لسه جاي من فرنسا. خلاص خدت على الاجواء الاوروبيه في الكام يوم دول، راح واخد بعضه وشد الرحال على هناك، ولا كانه راجع من الاولمبيات بفشل مدوي وفضيحه بجلاجل، وراح عادي يحتفل بالثلاث ميداليات العمي واللي كلفونا اكتر من نص مليار جنيه، وقعد يتكلم وكانه عامل انجاز ما حصلش في التاريخ. يا اخي اللي اختشوا مات والله. احمد موسى: مفيش اعلام بيكسب، حجم الانفاق يصل لمليارات. ملف الاعلان ده ايضا ملف مهم، قنوات بتصرف، هل هذه القنوات محتاجه؟ طبعا محتاجه، هو حد هيقول لك لا؟ بتصرف مئات الملايين، فيش اعلام بيكسب، خلي بال حضراتكم، رساله الاعلام فيش اعلام بيكسب، طب انت عايز تنافس النهارده؟ طب ولما القنوات ما بتكسبش فاتحينها ليه؟ بيتعرصوا ببلاش يعني؟ ولا تكونوا عاملينها صدقه جاريه على ارواحكم وارواح اللي خلفوكم؟ طب وسيادتك وباقي اعلاميين الدرابوكه بتقبضوا منين بقى؟ لما اللي جاي على قد اللي رايح. هو انا مصدقك يا موسى، الاعلام المطبلات بتاعكم ما بيكسبش فعلا؟ هو في حد بيتفرج عليكم غيري؟ الإعلام عندنا دوره إنه يخدم على الزبون الكبير ويتكلم عن إنجازات الزعيم الملهم ويعيش الناس في وهم الخير اللي جاي ومصر اللي هتبقى في حتة تانية وإزاي إحنا أحسن من غيرنا، وشوية الهري اللي بتطلعوا ترجعوه في وشنا كل يوم ده، وده مش لوجه الله يعني، ولا أنتوا دايبين في غرام السيسي ونظامه، لا ده من باب نفع واستنفع. ده غير إن القنوات دي يعني واحدة من أكبر غسالات المحروسة للأموال، والحبايب كلهم بيغسلوا فلوسهم فيها. أحمد موسى: الرئيس شغله الشاغل المواطن. والرئيس شغله الشاغل هنا المواطن، حضرتك في كل حاجه، مفيش يوم بيعدي لو في حاجه بتتعمل للناس، لان المواطن يستحق، ناس تعبت سنين طويله، الناس تعبت، فبنعمل اللي هو حاجات كل وقته لظروفه. ده ناوي يستفرد بينا بقى، سايق عليك النبي يا موسى لا تقول له يطلع المواطن من دماغه، احنا مستغنيين عن خدماته يا اخي، لا عاوزين نشغله ولا يشغلنا. هو مش خد البلد لحسابه ونازل بيع فيها حته حته وبنى مدن جديده وقصور واشترى طيارات وعمل برج ايقوني عشان ما حدش يقول عليه حاجه ولا يعايره ان ما عندناش ابراج ونطحات سحاب، وكل ده واحنا قاعدين لغى الدعم المكسح ورفع علينا اسعار كل حاجه وداينا لطوب الارض وخلى الجنيه ما يسواش واحنا برضو قاعدين، فعاوز ايه تاني بقى؟ يعني بيخلينا شغله الشاغل ليه؟ مش كفايه اللي عمله فينا؟ المواطن ما عادش فيه حيل والله، يعني خليه يعتقوا لوجه الله، احنا استوينا لما اتهرينا. السيسي: حان الوقت لانهاء الحرب على غزه. الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجيه الامريكي بلينكن: حان الوقت لانهاء الحرب الجاريه في غزه والاحتكام للصوت العاقل. كفايه عليهم كده، بعد أقل من شهرين الحرب على غزة هتكمل سنة، سنة كاملة، والمذابح والمجازر ما وقفتش فيها ولا يوم، سنة من الحصار والجوع والعطش والقتل الممنهج، سنة من الخذلان والتواطؤ والمشاركة في قتل شعب أعزل، وده بيقولك حان الوقت. لا كتر خيرك الصراحة يعني، والله الوقت حان من زمان سعادتك، لكن أنت وباقي حكام العرب المنبطحين عاملين نفسكم من بنها، وكأن اللي بيتقتل ده مش شعب عربي مسلم، ومحدش فيكم هاين عليه يقول كلمتين عليهم القيمه ويزعل الماما اسرائيل اللي ضمناه له استقرار مؤخرته على الكرسي، فخليك ساكت احسن يا ريس يعني، ويا ريت تحرمنا من تصريحاتك العبقريه اللي تحرق الدم دي.
تامر أمين بعد حادث الدائري لازم يبقى في حد أقصى لساعات قيادة سائق النقل. فالطرق الطويلة بتبقى مملة وتدعو للنعاس، فوق ان انت كمان تعبان وجسمك عايز نوم. فالقصة دي محتاجة ان يتعمل حد أقصى. السواق في اليوم ما يشتغلش غير كده، ما يسوقش او ما يقعدش ورا عجلة الدريكسيون الا الساعات دي، حتى لو في شغل كتير، حتى لو في رزق كتير، بس في النهاية حفاظا عليه وعلى العربية وعلى البضاعة وعلى أرواح المواطنين اللي في الشارع. كل دول محتاجين ان السواق يبقى منتبه وانه يسوق الحد الأقصى للسواق في اليوم. السلام، حل عبقري. لا، وفي صميم ذات المشكلة نفسها. هو انت لازم تدلي بدلوك يعني وتتحفنا بآرائك اللوزعية دي؟ يعني لو حطيت لسانك جوه بقك وسكت زي باقي مخاليق ربنا هيجرى لك حاجه. بس شوف يا تامر، يعني هو رغم ان رايك لا قيمه له على الاطلاق، وانا شخصيا بعتبره هو والعدم سواء يعني، بس احب اوضح لك انك ماسك في ديل المشكله، وكالعاده عاوز تلبس الليله للسواق المستهتر اللي نام وهو سايق، فتسبب في الكارثه اللي حصلت، وبتتجاهل عن عمد العوامل التانية واللي هي السبب الحقيقي للي حصل، زي مثلا ان مفيش حارات مخصوصه للنقل التقيل، او ان مفيش اجراءات سلامه بحيث ان بمجرد وقوع الحادث يتم التصرف بسرعه وتحذير باقي الناس اللي على الطريق عشان عربياتهم ما تلبس، زي ما حصل في الحادثه الاخيره واللي مش اول مره تحصل. ده تقريبا كل مره بيتكرر نفس السيناريو، ديجافو للمره المليون. احمد موسى، محور فيلادلفيا، ليس له علاقه باتفاقيه السلام. ايه تاني؟ هل في ليه علاقه باي شيء مع لا طبعا ملوش علاقه بمصر. ليه علاقه باتفاقيات؟ لا ملوش علاقه باتفاقيات. ليه علاقه بتنظيم كام ديفيد او معاهد السلام؟ لا ملوش علاقه لا كام ديفيد ولا معاهد السلام. انا بقول لكم الحقائق، لان احنا في سبتمبر 2005 وقعنا اتفاق مع اسرائيل لنشر فوج من حرس الحدود في المنطقه جيم، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي ده بدل من قوات الشرطه معاهد السلام. ما خلاص يا حبيبي بقى، هي سيره. ما انتوا قلتوا الكلام ده يجي 100 مره قبل كده، مع انكم سبحان الله يعني قبلها بكام شهر كنتوا ماسكين القلم الاحمر ونازلين تخطيط قدام محور فيلادلفيا، وساعتها قلتوا ان اسرائيل لو دخلت المحور تبقى عاوزه تجر شكل مصر وعاوزه توسع رقعه الصراع لمؤاخذه. وكل المحللين الاستراتيجيين والاعلاميين ذوي الثقافه والخبره والدوله ذات نفسها قالوا ان اتفاقيه السلام فيها نص صريح بيقول ان محور فيلادلفيا منطقه عازله وما ينفعش اي طرف يكون له تواجد عسكري فيها، دي منطقه الوقي الذكري. ومع ذلك اول ما اسرائيل احتلت المحور لحستوا كلامكم كالعاده، وطلعت انت وشلت المقاطيع بالاسطوانه الجديده بتاعت اننا ملناش اي علاقه بالمحور، وفيلادلفيا دي في امريكا اصلا مالنا احنا بيها، ثم دي عمرها ما كانت في اتفاقيه السلام، ودي تبع حماس الوحشه الارهابيه اللي ما بتسمعش الكلام ولا بتغسل رجليها قبل ما تنام دي، بس لان ربنا رايد يفضح كدبكم وتدلسكم. نتنياهو طلع جراسكم وقال ان اسرائيل بتطالب بتعديل كام ديفيد عشان تسمح لجنودها بالبقاء في محور فيلادلفيا. نائب وزير التعليم، استراتيجية التعليم واضحة وتهدف لتقديم مناهج متطورة. هناك تداولوا للاسف هي استراتيجيه واضحه احنا كاملين فيها، بدليل ان حضرتك عارف المناهج بتتطور لحد سنه فاتت ابتدائي السنه اللي فاتت، السنه دي بلدنا اللي كلها اعدادي بيشوفوا المناهج الجديده، احنا مكملين بنفس الفكره ونفس الطريق، لان الحقيقه ده مجهود مؤسسي. انت هتقول لنا على وضوح استراتيجيتكم، ده من كتر ما هي واضحه محدش فاهم منها حاجه. هو في نظام تعليمي بيتغير بين ليله وضحاها يا فندم؟ ده الناس صحت من النوم لقت مواد اتلغت، ومواد اتفتحت على مواد، ومواد بقت فسوخه، وكل ده بجرد قلم. لا حوار مجتمعي ولا نقاش ولا مجلس شعب. يعني هو اي نعم الحاجات دي كلها زي قلتها واللي انتوا عاوزينه بتعملوه في الاخر، بس على الاقل اعملوا منظر يا اخي، لبسونا العمه بحرفنا، بلاش الغشوميه دي، مش كله صب كده. يلا بالتوفيق، واحنا عندنا تعليم من اصله. البعثة الأولمبية ما كناش نعرف إن ندى حامل حافظ ده اتعرض يعني على كل ندى حافظ شاركت وهي حامل في شهر 7 مظبوط، كنتوا عارفين؟ طبعا لا طبعا لا طبعا لا، إجابة واضحة وصريحة. ندى حافظ ما كناش عارفين إنها حامل تمام. هتقول لي ما كانش باين عليها بالظبط؟ لا ما كانش باين على يعني مش شكل واحدة حامل في الشهر 7 كان شكلها. أنا بالنسبة لي ندى أعرفها كويس، كانت زايدة في الوزن شوية خلاص بتلعب ثالث أولمبياد ليها. أنا أقدر أكيد لك كرخانة والله، يعني فين اللجنة الطبية المسؤولة؟ فين الكشف الطبي قبل ما تشارك؟ ده انتوا بتهرجوا بقى، لا وبتهرجوا بفلوسنا كمان. لا والنكته انه بيقول له اصلها ما كانش باين عليها، ما هو سعادتك مش شغال دايه في كفر ابو معزه عشان تعرف بمجرد النظر. ولو ان اللي حامل في السابع مش محتاجه طبيب اخصائي نساء وتوليد عشان يعرف انها حامل، الا اذا تعمدت هي انها تخبي ده. ومع ذلك نسال تاني السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه بقوه في هذا الموقف المهبب، فين الكشف الطبي على اللعيبه؟ امال ليه طلعت تتصعبن وتقول لنا شاركت وانا حامل بناء عليه؟ وهل كان ينفع تشارك وهي حامل ولا لا؟ وازاي تسمحوا لها تقرطسكم وتقرطسنا كلنا وتطلع على حساب اللي خلفونا وهي مش مؤهله جسديا؟ مولد وصاحبه غايب. احمد موسى، الصور المتداوله لحادث الدائري مزيفه بالذكاء الاصطناعي. ناخد بالنا كويس قوي من الصوره دي، الصوره دي ليست صوره للحادث ولكن صوره معموله بالذكاء الاصطناعي. خلي بال حضرتك هذه الصوره غير حقيقيه، ليست هذه الصوره لها علاقه بحادث طريق الدائري على الاطلاق. في حادثه بشعه حصلت ولا مفيش؟ في عربيات اتعجنت وناس ماتت وناس اتصابت ولا مفيش؟ في. فكون الصوره بالذكاء الاصطناعي يعني لا ينفي عدم حدوثها ولا ينفي الاستهتار بارواح الناس، خصوصا ان دي مش اول حادثه من نوعها في الطريق ده.
وان لسه في يناير اللي فات كان في حادثه مشابهه في طريق المريوطي. انت مدلس وطبال وكل اللي يهمك ان الصوره المتداوله مش حقيقيه، رغم ان الحقيقه اكتر بشاعه. قال لك يابا علمني الهيافه، صوره ايه اللي انت عامل عليها الغغه دي كلها؟ اعتبرها زي الألباندا اللي بتشتغلوا بيها الناس، ولا الصور اللي بتاخدوها للسيسي بزوايا منخفضه عشان يبان قيمه وسيمه وطول بعرض وهو شبر وقطع اساسا. تكرار الحوادث ده معناه ان الطرق بتفتقد لاجراءات الامان والسلامه، يعني بتطور عشان تعمل طرق شكلها حلو وبس، وتحط يفط عليها صوره السيسي على الجنبين، وفي داهيه الناس اللي يموت بقى واللي يعيش معاها مستديمه واللي شقاه ومصدر اكل عيشه يضيع. وزي كل مره مفيش في ايدينا حاجه نعملها غير اننا نترحم على الضحايا وندعي للمصابين. احمد موسى الاعلام العبري يحذر من حصول مصر على صواريخ صينيه بعيده المدى. اتكلم وهقرا لحضرتك 3 4 جمل سريعه. تسعى مصر لشراء صواريخ جو جو بعيده المدى من الصين، وقالوا انه ده بيحذروا انه من امكانيات حصول مصر على هذه الصواريخ بعيده المدى. وسائل الاعلام الاسرائيليه بتحذر، المسؤولين الاسرائيليين بتقول انه الجيش المصري بيقوم بهذه الاجراءات في الوقت الحالي وبيجهز وبيكون عنده يعني انه مش عاوزك تقلق خالص يا اعلامي عبري. صواريخ بس اللي انت خايف منها يا راجل، ده انتوا دافنينه سوا. وافرض يعني الشيطان لعب بعقل مصر واشترت لها كام صاروخ عشان تفرح العيال، هتضربكم بيهم يعني؟ ما هي هترصهم في النيش زي باقي الاسلحه اللي سياده الرئيس بيجيبها بالسلف والدين، ويوم ما يتمعظم هتلاقيه بيعمل بيهم عرض عسكري واصطفاف معدات وشويه الهمباكه بتوعه دول. ده الراجل قرب يبصم لكم بالعشره لانه يعني مش بتاع حرب، وعامل لكم خد ومداس وقلع لكم ملط. يعني يعمل لكم ايه تاني عشان تصدقوا ان كار الحرب ده مش كار؟ يورد لكم السلاح اللي عنده عشان تكملوا على اللي فاضل من اهل غزه؟ نائب وزير التعليم سيتم منح المعلم مقابل مادي اذا زاد عدد الحصص عن النصاب. 30 او اكثر ان شاء الله. ايه ده؟ ما عنديش محل، احنا في الاخر يا فندم لازم في الاخر دوله محدوده الموارد، لازم ندير مواردنا بشكل اعلى كفاءه. ايوه ده المعلم. يلا هيس يا معلم منك ليه؟ الوزاره هتصرف لكم فلوس على الحصص الزياده، هو مش اي فلوس، لا ده الوزاره النهارده بتضحي وهتحاسبك زي ما بتحاسب مدرس الحصه. يعني مش هتاخد 2 جنيه ونص زي الاول كما قال نائب الوزير، لا ده احنا هننقلك نقله تانية خالص وهنديك 30 جنيه بحاله، وانت وشطارتك بقى تشتغل حصه تشتغل 10 وكله بتمنه. يعني المدرس يقعد ساعه ينتع من قلبه عشان ياخد 30 جنيه زياده، يعني محتاج يشتغل 15 حصه زياده عشان يوفر 8 كيلو لحمه. طبعا ده اذا خدهم يعني، لان الوزاره بتطلع ترابنتين مدرسين الحصه على ما تديهم فلوسهم، فما بالك بالعبد اللي شغال عندها وشارياه بالوظيفه الميلك. النقطه بقى ان لما احمد موسى استقل الفلوس فنائب الوزير قال له هنعمل ايه؟ احنا دوله مواردها محدوده، يعني هي محدوده علينا احنا بس وانتوا مفتوحه معاكم على البحري. مصطفى بكري بعض الناس بتقول اني بطبل للجيش، لا ده شرف. بعض الناس بيغيب عنهم الكلام ده، اذا وقفت مع الدوله انت بتطبل، اذا تحدثت عن الجيش انت اصبحت يعني واحد من الذين يمضون في ذات الطريق. ده شرف، شرف لينا ان احنا نقف مع دولتنا، شرف لينا ان احنا نحمي مصر. كلاكيت تاني مره ثم تنهد وقال احلى من الشرف مفيش. انا بس عاوز الفت انتباهك لحاجه يا درش، يعني البابا في روما والحطابين في الجبال النائيه والفلاحين في المزارع والعجائز حول المدفأة وام خميس بتاعت العيش كلهم اجمعوا انك طبال ومنافق ولحاس جزم. فانا مش عارف انت جبت حكايه بعض دي منين يا حبيبي. مفيش حاجه اسمها اقف جنب مؤسسات الدوله. اقف جنبها اعمل ايه؟ المؤسسات دي المفروض انها بتشتغل عندي يعني، او هكذا تقول الاسطوره يعني، وانا بصرف عليها من جيبي من الضرايب اللي بياخدوها من كل حاجه. يعني هي معموله عشان تخدمني في المقام الاول، وهي اللي تبقى حريصه على رضايا مش العكس. انتوا قلبتوا الايه وحولتوها يعني لنصب واصنام لازم نطوف حواليها ونسبح بحمدها ونقدم نفسنا كقرابين عشان ننول الرضا. طيب انت مستفيد وشغال كاهن عندهم وبينولك من حب جانب، احنا بقى هنعرص لهم بمناسبه ايه؟ السيسي يوجه بتخفيض الحد الاقصى لمده الحبس الاحتياطي. السيسي يؤكد اهميه تخفيض الحدود القصوى لمده الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعه الحبس الاحتياطي كاجراء وقائي تستلزمه ضروره التحقيق. يعني هنا الموضوع مش على الاطلاق، لا لا مش اطلاق، يعني الموضوع مش مفتوح. لا حاضر الرئيس من عينينا، هنوصل توجيهات معاليك للساده المسؤولين، يكش يحطوا في عينهم حصوه ملح ويخلوا عند اللي خلفهم دم ويسمعوا كلامك بقى. ها بس انت قلبك حنين وشكلك كده ما كنتش تعرف، ولا حد قال لك قبل كده ان الحبس الاحتياطي حدانه في المحروسه بيعدي السنتين والثلاثه والخمسه والعشره، والناس بتفضل مرميه في السجون من غير محاكمه وبتجدد لها تلقائي ومن غير ما وكيل النيابه يبص حتى في ورق القضيه، وناس اعمارهم بتضيع في السجون على تهم ما ارتكبوهاش. وانت بقى فوجئت بالحكايه دي لما الحوار الوطني اسم الله على مقام ورفع لك التوصيات؟ ده انت من اجرامك حبست واحد من غير تهمه ولا قضيه وامرته انه يفضل في السجن لحد ما يتنازل عن الارض اللي انت عاوز تاخدها منه بالعافيه في تحدي سافر لاي قانون على وجه الارض. ده بتوع ساكسونيا ما عملوهاش. لا وما كنتش شايف ان ده غلط، ده انت طلعت تتفشخر بده في مؤتمراتك. ده غير القبض على اي حد استجرى يحط راسه براسك وينافسك في الانتخابات، وخصومك السياسيين اللي مرمين في السجن بقالهم سنين وغيرهم. فانت عاوزنا بقى نصدق توجيهاتك دي؟ ده انت حابس الشعب كله قافل علينا كل المنافذ،
روح يا شيخ، ده هي تسدها في وشك زي ما انت مسددها في وش الناس. احمد موسى: الاخوان زودوا المناهج وخربوا عقول الناس. لو ما منجحتش فيهم وبالتالي لازم تذاكر. طب في مواد دخلت على ادبي مثلا، الشعب الادبيه، وانا مالي بالمواد ديت؟ دي مواد بتاعت علمي. ليه يعني في تغييرات حاصله؟ التغييرات دي انا يعني مش في مجال ان انا اقول لحد ده ايه وده ايه، مش بتاعت خالص. خزاعه، الاخوان هم السبب. يا دي الاخوان اللي واكلين دماغك وعاوز تشيلهم كل البلاوي اللي حصلت واللي هتحصل. يا حبيبي هم لحقوا يغيروا مناهج ولا ينيلوا؟ ده هي سنه يتيمه ما كملوهاش، ويا ريتهم كانوا بيحكموا. ومع ذلك انا هاخدك على عقلك، اقول لك الاخوان الوحشين غيروا المناهج وحشوها معلومات زياده. حلو كده؟ مبسوط مني؟ طب ما اتذكر بقى له اكتر من 10 سنين في سده الحكم، وجاء في وزاره التربيه والتعليم بدل الوزير 4، ما حدش يوم لافت نظره المناهج دي وقرر يغيرها. وابن امه السيد اللي مش دكتور هو بس اللي خد باله وخد قرار في الصميم. انت عارف كويس يا موسى مين اللي خرب المناهج وخلاها مناهج تعريصيه، وفرض على الناس يحفظوا انجازات السيسي وقناه السويس الجديده واهميه الاستثمار، ولا منهج الجغرافيا اللي اتشال منه جزر وتحط مكانها كباري؟ وزير الاوقاف يتجول في مدينه العالمين الجديده. سعاده ان اكون بين زملائي واحبابي وابنائي من ابناء وزاره الاوقاف الذين اعتز بهم كثيرا وافتخر بهم كثيرا واثق فيهم، وكلما رايت معنى السعاده في قلوبهم وفي عيونهم ازداد. الله، فين عمتك يا معلم بيوم؟ اللي انت عامله في نفسك ده صندوق كده برضه تقلع عدة الشغل وتمشي بين عامة الناس كده وتتجسد في هيئتك البشرية بدون العمة والكاكولة؟ تكونش مقاطع. طب وسيادتك رايح هناك تعمل ايه بقى؟ لا واخد معاك الأئمة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي يعني بتفسحهم وكده. ايه يا جماعة الدعاية المبالغ فيها دي؟ ما تهدوا على نفسكم شوية. للدرجات دي العالمين سوقها واقف؟ ما أصله مش بالعافية يعني. عمالين تدللوا عليها زي التاجر اللي بيدلل على بضاعته الخربانة كده ليه؟ مين الأهطل اللي حط لكم الخطة التسويقية دي وأقنعكم إنها تجيب السياح على ملا وشهم؟ أنا شاكك فيه. هو مفيش غيره اللي في بالي. الأفكار العبقرية دي ما تطلعش غير من قريحته البلحية. وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين. النهاردة وقف صرف السكر الحر على بطاقات التموين، وده تصدر محركات البحث على جوجل بالتزامن مع القرار اللي أصدرته وزارة التموين من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية. وقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع 2 كيلو على كل بطاقة تموينية. القرار الوزاري بوقف صرف ده هيتوقف نموك بعده. في شهر 12 اللي فات في الوقت اللي كانت فيه أزمة السكر على أشدها، وزارة التموين قالت تحنوا على الشعب المصري الشقيق وقررت تصرف له كيسين سكر زيادة على البطاقة. بس خلي بالك يا مواطن، ده سكر حر. المواطن استغرب وقال لهم يطلع ايه السكر الحر ده يا حكومة؟ الحكومة جاوبته مشكورة وقالت له ده سيادتك سكر بسعر السوق عادي، بس انت عشان مواطن بائس وغلبان ومش لاقي السكر في أيوتا حتة، فأنا هفور لك السكر ب 27 جنيه. يلا إن شاء الله مع حد حوش. ورغم إن الحكومة كانت كسبانة في البيعة دي، بس السكر غلي تاني ومتوفر عادي وسعره عدى ال 35 لحلوح. فالحكومة هرشت لأنها لقت نفسها بتوفر على المواطن 8 جنيه بحالهم، رغم إنها لسه بتكسب من ورا السكر ب 27 جنيه، فما عجبهاش الحال، وقالت المواطن المسرف المبذر هيبقى معاه 16 جنيه زيادة، فخافت المواطن أخلاقه تفسد وكتر الفلوس يخلي الشيطان يلعب في دماغه، فقررت توقف صرف السكر الحر، وروح يا مواطن بقى اشتريه من أي سوبر ماركت، إحنا خلفناك ونسيناك. رئيس اتحاد البنوك المصرية: تحويلات المصريين من الخارج تزايدت 200 مرة. تحويلات العاملين بالخارج، فلقينا تحويلات العاملين بالخارج تتزايدت يعني اقول ايه 200 مره عن الارقام اللي كانت بتيجي. لقينا ان المصريين ابتدوا يبيعوا الدولار ويحولوا خليهم 300، احنا خسرانين حاجه؟ نصدقك ولا نصدق البنك المركزي اللي قال ان تحويلات المصريين زادت بنسبه 50% بس؟ يعني ولا زادت 200 مره ولا حتى رجعت لمعدلاتها اللي كانت وصلت لها قبل ازمه الدولار والسوق السوداء، ولا هترجع، لان محدش مأمن لكم والله، ولا حد عنده ثقه فيكم بربع جنيه مخروم. واللي بيتعامل معاكوا هو الناس اللي ما عندهاش حل بديل او ما فيش قدامها غير انها تبعت فلوس لاهلها عن طريق البنوك لانهم معتمدين عليها كدخل اساسي. اما اي حد تاني معاه دولارات فهو مش عبيط عشان يسلمها لكم، خصوصا ان في تعويم يلوح في الافق الغامق. احمد موسى: برنامجي بيحقق اعلى مشاهدات وكل العالم العربي بيتابعه. مصر احنا مش موجهين لمصر بس، احنا بيتابعنا العالم العربي، احنا مش قناه بتتابعها المصريين، لا على فكره في دول بتتفرج علينا ومنهم هم من مسؤوليها وبيتكلموا معايا بيشوفونا اكتر من القنوات اللي عندهم، مسؤولين هذه الدول بيقولوا لي انا شخصيا من غير ما اسميها يعني. ده لازم عالم سمسم بقى. بس تصدق والله ممكن برضه، بس انت ظاهره فريده من نوعها موسى، طبله بتتكلم، اول مره اشوف طبله بتتكلم، فمش بعيد ابدا يعني يكون لك متابعين في شتى بقاع الارض مش العالم العربي بس. الناس بتتشد للمؤاخذه الماورائيات والكائنات العجيبه اللي ملهاش مدلول بيولوجي محدد ده. واحتمال يكون علماء الغرب المؤمنين بنظريه التطور بيتابعوكم كمان عشان لقوا فيك سمات الطبله المفقوده بين الانسان والقرد. لا ومش اي قرد، ده قرد بسديري وصجات كل ما تديله على قفاه يسقف من غير ما يعرف هو بيسقف على ايه. مصطفى بكري يحبس دموعه بعد سماعه كلمه مؤثره للسيسي.
مصر وهتفضل مصر. هتفضل مصر. نعم. شهيد ابراهيم فؤاد بيقول لك خلي بالك من مصر يا فندم. عشان مصر تفضل مصر وهتفضل مصر. الكلمة دي الحقيقة لما اتقالت مشاعرنا. لا يا مصطفى إلا دموعك أنت يا جدع. الرئيس هيلحق على مين ولا مين بس؟ مش كفاية عليه دموع كامل الوزيرين اللي بيحلف بيها وبيمسحها له بإيده الشريفة؟ هو فاضلكوا؟ بس أنا عاوز أعرف إيه حكايتك اليومين دول؟ كل شوية تقعد تجتر في ذكرياتكم المهببة وتجيب لنا الشريط من أوله. قال يعني إحنا بنلحق ننسى. ما أنت وشلة المطبلاتية كل ساعة والتانية تفكرونا بعملية السودة وإزاي شال كفه على روحه. ده هيتاخد روحه البعيد. وازاي انقذ مصر من الاخوان المجرمين اللي كانوا هيضيعوها؟ عيط اخوي عيط عيطوا عليك ساعه وسكتوا. سفاح التجمع فكوني مش ههرب عشان ما بهدلش امي تاني. غابه احنا عايشين في غابه. الاخ السفاح بتاع التجمع بيقول قدام المحكمه انه لما كان هربان الشرطه اتحفظت على والدته سجنتها يعني، وانه مش ههرب تاني عشان الست الكبيره اتبهدلت واتمسح بكرامتها الارض وما افرجوش عنها لما قبضوا عليه. يعني من الاخر كانوا واخدينها رهينه عشان يلوي دراعه في سلم نفسه اللي هي حاجه في منتهى الخصه والله. طب هو مجرم وقتل قتله، الست ذنبها ايه؟ تاخدوها من بيتها وترموها في الحجز من غير تهمه ليه؟ فين ده بيحصل في اي حته في العالم؟ طبعا ده مش جديد عليهم يعني، والتنكيل باهالي المعارضين السياسيين والقبض عليهم وتلفيق التهم وتلبسهم قضايا او حتى سجنهم لحد ما يبان لهم صاحب، كل ده بيحصل بقاله فوق العشر سنين، وبدا يسرح اهو على القضايا الجنائيه هي كمان. عضو لجنه الصحه، القانون بيلزم مستاجر المستشفى بالعلاج الكامل لحاله التامين الصحي ونفقه الدوله. خلينا نسال سؤال تاني. هو هل القانون بيشترط نسبه معينه للعلاج نفقه الدوله او للتامين الصحي، ولا بيفتح الباب ان هو ملتزم بعلاج دولة وبس؟ كويس. لا هو ملتزم بالعلاج الكامل، دي اول نقطه. فبالتالي فكره عدد الاسره دي مفهوم خاطئ، انا برضو ما اعرفش هو طلع ازاي لان انا سمعته زي ولا بيلزم ولا نيله. السيسي سلم الشعب تسليم اهالي، والقانون بتاع تاجير المستشفيات ما فيهوش اي الزام للمستاجر بتقديم خدمه كامله للمواطنين بنفس اسعار الدوله. بالعكس، القانون اللي وافق عليه السيسي ومضى عليه بايده اللي عاوز اقطعها، القانون ده بيقول نصا ان المستشفيات المؤجره هتقدم نسبه بس من الخدمات باسعار الدوله، وباقي الخدمات بالاسعار اللي اتحددها. وما قالش النسبه دي كام. طبعا مش محتاج اقول لكم ان المستشفيات دي لما كانت تابعه للحكومه المواطن كان بيدفع برضه فلوس كاد جديه، ده غير الادويه والمستلزمات اللي بيشتريها على حسابه. فما بالك بقى لما تبقى قطاع خاص. ساعتها بما اننا في دوله بلا قانون وبلا حماية مستهلك، هتلاقي المستشفى بتعمل زي أي مستشفى خاص بتحترم نفسها وبتوفر الأدوية والتحاليل والأشعة وكافة شيء، بس ادفع بقى وادفع أضعاف ثمن الخدمة كمان، اللي هو سرقة علني يعني. صراحة يعني جمايل الرئيس علينا كترت قوي، مش عارفين نوديها فين. مصطفى مدبولي، ما زالت مصر من أرخص دول العالم في تسعير الكهرباء. كان هذا الموضوع مرة أخرى في ظل إن ما زالت مصر واحدة من أرخص دول العالم في تسعير الكهرباء، مع كل اللي بيحصل وبيتقال وبيتقال إن الفواتير، ولكن ما زالت مصر، ونقارن نفسنا ومش بتكلم هنا. مصر رخيصة فعلاً، وفي أرخص من كده؟ السيسي من ساعة ما ناول الرجل ده الحديدة وهو هارينا تصريحات ترفع الضغط الله. لا وبيقول التصريح هو راسم على وشه ابتسامة سمجة وكأنه يعني بيزف لنا خبر طهور السيسي، وعنده من البجاحة يعني اللي تخليه يقارن نفسه بباقي دول العالم. يا حبيبي العالم الكهرباء فيه ما بتقطعش كل يوم بالثلاث واربع ساعات، ولا بيخفف احمال، ولا بيقبض بالجنيه المأسوف على شبابه، ولا مستوى الدخل هناك زي هنا. لما ترفع اسعار الكهرباء 50% مره واحده حتى ان كان ده على اعلى شريحه، فانت كده بتخرب بيت الناس حرفيا. ما هو دخلهم ثابت زي ما هو، لا ده كمان قيمته بتقل كل يوم عن اللي قبله. ما تفهم، هل في خطه عندكم ممنهجه يعني لجلط الشعب المصري ولا حاجه؟ التموين، الدولة تتحمل جنيه وربع فرق تكلفة رغيف الخبز سنوات. الأمر الثاني سعره على البطاقة زي ما هو 20 قرش للرغيف الواحد، والدولة بتتحمل فارق التكلفة اللي بتتجاوز جنيه وربع عن كل رغيف، وسعر النقطة زي ما هو 10 قروش لكل رغيف المواطن لا يستخدمه في العيش أو من داخل حصته. ما تتحمل، هي تتحمل من جيب أبوها يعني، ما كله من الضرائب والرسوم والبلاوي المتلتلة اللي بتشفطوها مننا. ثم الدولة ما بتتحملش جنيه وربع ولا حاجة، هم 94 قرش ما فيش غيره. ما احنا نقف لكم على الواحده بقى، ومن هنا ورايح هنحاسبكم بالسحتوت زي ما بتعملوا معانا. ما كل شويه يطلع واحد يقول لك الدوله بتتحمل. طب خلاص يا سيدي ما تتحملش، خليها تعتق العبيد اللي عايشين فيها الوجه لا، واحنا هنصرف نفسنا بمعرفتنا. احنا اصلا مش طايقينكم ولا عاوزين من وشكم حاجه. طبعا يا اخوانا انتوا كبار دلوقتي وعارفين ان الكلام ده لما يكتر عن دعم الدوله لسلعه معينه يبقى هم ناويين يرفعوا سعرها. محمد فؤاد يتهجم على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي. خطر على المرضى، اخويا هو جاي بجلطه وده مش عايز يعمل حاجه وبيشتم قليل الادب. محمد فؤاد قدامه بيشتم، لازم اعرف مين ده. والله العظيم انت مين، لازم اعرف انت تبع
مين انت؟ الفيديو ده بياكد ان وصف زريبه ده اقل وصف ممكن نوصف بيه الوضع في مصر. المفروض ان دي مستشفى جامعي وحط لي خطين تحت جامعي دي، والمفروض ان ده قسم الطوارئ. فايه الناس دي كلها وايه شغل البلطجه والجعير ده؟ وازاي يحصل انتهاك لخصوصيه المرضى وازعاجهم بالشكل ده؟ دي لو دوله محترمه كان البيه اللي فاكر نفسه فوق البشر يتلم هو والجرمه اللي معاه ويطردوا بره المستشفى. مش فاهم انا عاوز ايه من الدكتور، يوطي يبوس ايده يعني عشان هو محمد فؤاد؟ ما طز في محمد فؤاد، هو مش استلم حاله اخوك وبدا ياخد الاجراءات الطبيه اللازمه؟ مطلوب منه ايه تاني؟ يقف يتساير مع سيادتك وياخد كام صوره سيلفي عشان يعجب؟ طبعا الاطباء والطواقم الطبيه واخدين على الاسلوب ده، والاعتداءات عليهم بتحصل كل يوم والتاني، ودايما هم اللي في وش المدفع وشايلين المنظومه الصحيه المخرتقه فوق دماغهم. في تقصير بيحصل اكيد طبعا، لكن ما ينفعش نشيل الطبيب الليله. ما هو لما يكون في عجز في الاطباء والتمريض والناس بتغزل برجل حمار حرفيا، يبقى لازم احل ده الاول وبعدين احاسب الطبيب لما يغلط، او لما ما يكونش عنده وقت ولا سعه صدر ان هو ياخد ويدي مع المرافق ويشرح له الحاله بالتفصيل. خالد الجندي، ربنا يطول عمر سياده الرئيس لمواجهه تراجع منظومه الاخلاق. لا قية، وعند تراجع القيم الأخلاقية الحقيقة يعني عاوز أقول الله يطول عمرك يا سيادة الرئيس ويبارك فيك ويخليك لينا علشان تساعدنا في مهمتنا وتقف في ظهرنا وتحمي منظومة القيم الأخلاقية التي نحن في حاجة إلى الرجوع إليه. ده هي تقصف عمركم أنتوا الاثنين، وهو الرئيس ماله مال الأخلاق لمؤاخذة؟ يعني إيه سلطته عليها دي كمان؟ ده هي لكون صدقت أنه نبي بصحيح يا حبيبي. لا السيسي ولا أي حد مطالب أنه يبقى رقيب على أخلاق الناس. الدولة والحكومة مش دورهم ان هم يربوا الناس، ما هياش ولية امرهم. اخلاق كل واحد تخصه وهو اللي هيتحاسب عليه، ولو في تراجع في منظومة الاخلاق فيبقى السبب هو الفقر اللي جابه معاه من ساعة ما حط علينا، الفقر اللي ضايق خلق الناس وخلاها تاكل في بعض، الفقر اللي وسع الزمم وخلى ده ينصب على ده وده يسرق وده يلعب بالثلاث ورقات. عاوز الاخلاق ترجع؟ ادعي ان السيسي يغور وما تخافش مش هيحصل له حاجة، انت كده كده دعوتك مش مستجابة. فيما عدا ذلك فكل شيء في مصر على وضعه. بنجور صفا صفا. ايه استاذ عمر؟ مدرك اتلغى. استاذ اسمي سيو، انا مدرس اول فرنساوي. اه ما هو اتلغى. هو ايه ده الفرنساوي ليه؟ طلع اوف سايد؟ لا لا ملوش لازمه يعني، فلغيناه. واللي سافر فرنسا يتكلم ايه؟ نوبي؟ دي مش مشكلتنا بقى. انت تعرف يا حضره ان اخر 2 كاس عالم فرنسا وصلت فينا مره او ده مره؟ انت تعرف ان اول قلم جه في نزل مصر كان قلم فرنساوي؟ انت تعرف ان افيد عيش للجسم والعيش الفرنساوي؟ انت تعرف ان اشهر شارع في المنشيه هو شارع فرنسا؟ انت تعرف ان اشهر دور للفنان عبده كامل كان خالتي فرنسا؟ احنا مالنا يا مستر بكل ده؟ سيتان بوسيب يا جماعه انا مش مسيو عادي، انا الطلبه بتوعي كانوا يسميني الفيلسوف. اه ما هي اتلغت يا كمان. ايه دي الفلسفه بجد؟ والله والله الفلسفه. طب انا ممكن ادي العقل ايطالي، انا اصلا التراس روما. هي اتلغت برضه. روما اتلغت؟ لا الايطالي. لا 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 يا عم هم ما تمثلش، انت زي الفل ما فاكش حاجه. وانا لازم اكون داخل عليك بعكاز يا حضره، ما اكيد تعبان نفسيا. اه ما هي برضه كمان اتلغت. ايه دي علم النفس؟ علم النفس اتلغت؟ اه. طب والعربيه؟ لا اللغه العربيه زي ما هي. العربيه اللي انا شاريها هدفع قسطها ازاي يا عم؟ احنا مالنا احنا بقى. طب بقول لك ايه، مش شغالين معاكوا اي حاجه؟ لا 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 ميرسي. ما ميرسي اهو، ما ميرسي دي فرنساوي. ما تصدعناش يا ابويا خلاص بقى. طب بقول لك ايه، ما تشغلوني في البوفيه. بتعرف تعمل ايه؟ اهو فرنساوي. اطلع بره. لا مش طالع بره. مش طالع بره. انا مفروش طريقي بوري. للمزيد من الطاقة الإيجابية المحفزة على الهجرة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم إشعار بالحلقات الجديدة، ونتمنى تدعموا البرنامج بنشر الطاقة الإيجابية دي من خلال اللايك والشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.